أهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج رأيي. بعد أن شاهدنا واستمعنا لأزمة خطف الأطفال في السويد تحت شعار بأن تلك الأسر تضطهد أبنائها، مع الأسف الشديد الأمر يتجدد في السويد وهناك حالة كبيرة من القمع تجاه الأسر المسلمة. قانون يدخل حيز التنفيذ يتعلق بالشرف، مع الأسف الشديد هذا الاسم بعيد كل البعد عن مضمون هذا القانون. تخيلوا حضراتكم مع السلطات السويدية تقرر حبس أي أسرة ترغم أبنائها على عدم المشاركة في دروس السباحة في المدرسة، أو تجبر أبنائها على عدم الاختلاط مع الجنس الآخر أو عدم ممارسة الجنس مع الأسف الشديد بين عام إلى 6 أعوام. هذه هي العقوبة، الحبس ما بين عام لستة أعوام. طبعا أمر غير لائق تماما بدولة تدعي بأنها تدافع عن قيم الحرية، تتحدث وتقول بأن الأسر المسلمة أو أن الأسر المستهدفة من قبل هذا القانون تقوم بإجبار أبنائها تحت شعار الشرف، وأنها تحارب من أجل أن تعطي الحرية للمراهقين. أمر قطعا بعيد عن المنطق والعقل. عموما دعوني أرحب الآن بالدكتور وليد الحسيني، أستاذ الفقه المقارن بجامعة السلطان محمد الفاتح، الذي ينضم إلينا الآن عبر سكايب كي نتناقش معه حيال هذا الملف. أهلا بحضرتك دكتور وليد. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. دكتور وليد، يعني في السابق كنا نتحدث عن أزمة السوسيال وخطف الأطفال، الآن يأتي إلينا قانون الشرف والعقوبة التي تتراوح بين الحبس لمدة عام إلى 6 أعوام في إطار يعني قمع واضح وشديد للغاية لقيم الإسلام. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني تسمية هذا القانون بقانون الشرف هو من باب التسمية بالضد، وهذا معروف في اللغة ما يسمى ب نظام الأضداد، كما يسمى الأعمى بالبصير وتسمى الصحراء بالمفازة من حيث أنها مالكة. فهذا القانون قانون الشرف هو قانون محاربة الشرف ومعاداة الشرف، ليس بقيم المسلمين فقط بل بقيم الإنسانية. ولو حكمنا الآن القانون الدولي، ولو قلنا ما هو تعريف القاصر والبالغ الرشيد في القانون الدولي، دعنا الآن من الإسلام، الإسلام يعني قوانين الإسلام هي من الشرف، بحيث لا يوجد هنالك نسبة كي نقارن بينها وبين كلام السويد وغير السويد. لكن بالنسبة لهذا القانون، تعالوا نحتكم إلى القانون الدولي. ما هو تعريف القاصر في القانون الدولي؟ ولماذا سمي بالقاصر؟ تعريف القاصر بالقانون الدولي هو كل من لم يبلغ 18 سنة، لا علاقة له بالبلوغ وعدم البلوغ، كل من لم يبلغ 18 سنة فهو قاصر، هذا من حيث العمر. وأما من حيث معنى كلمة قاصر، هو الذي قصرت أهليته عن معرفة مصلحته، لذلك يحتاج إلى من يربيه وإلى من يرشده وله عليه سلطة الولاية. ما أكرر أن كلامي هذا في القانون وليس في الشريعة الإسلامية. فمعنى قولنا قاصر معنى أنه قصرت أهليته عن معرفة مصلحته، لذلك من حق الإنسان الآن في القانون الدولي، لو أنه هرب ابن أو بنت إنسان لم يبلغ 18 من عمره، يحق له أن يقيم عليه دعوة في المحكمة، وهذه المحكمة تجبر هذا الإنسان غير القاصر أن يرجع مع أبيه وأن يرجع مع أمه وأن تحتضنه عائلته. لكن إذا زاد على 18 عندئذ يخرج عن سيطرة العائلة ويكون هو ولي أمر نفسه، لا فرق في ذلك بين رجل ومرأة، هذا في القانون طبعا. فهذا القانون الجائر الذي هو قانون منع الشرف أو معاداة الشرف، والذي يسمونه هم بقانون الشرف، يمنع ولاية الأم والأب على الأبناء بسن 12 سنة، ليس كذلك بقانونهم؟ نعم. ب12 سنة، يعني بحسب القانون الدولي هو جور على حق يعني جور وارتكاب جريمة في حق الطفولة. القانون الدولي الآن يقول بأن من لم يبلغ 18 سنة سمي قاصرا بالأصل لقصوره عن معرفة مصلحته، لقصور أهليته عن الولاية. صحيح. واضح؟ طيب، يعني كأنما الآن السويد ماذا تقول؟ إذا لم تطعموا ابنكم جيدا، ولم تربوا ابنكم جيدا، أو آذيتم ابنكم بالصراخ، الإنسان غير يعني
اللسان القاصر غير البالغ، فأنتم عندئذ سنأخذه منكم بقانون السوسيال، أما إذا أحسنتم تربيته فسنعاقبكم بقانون الشرع. يعني في كل الحال، في كل حال هي حرب على العائلة المسلمة، حرب على العائلة المسلمة. إن أحسنتم تربيته فإننا سنعاقبكم بقانون السوسيال، عفوا بقانون الشرف، إن أحسنتم تربيته، وإن قصرتم معه بالتربية فسنعاقبكم بقانون السوسيال ونأخذه معكم. هل هنالك تحليل آخر؟ وإلى الآن قلنا لم نتكلم بالشريعة، إنما تكلمنا بحسب القوانين الدولية التي يتعارف عليها الغرب. فهي حرب على الأسرة، تدمير الأسرة. نحن في عصر لم تشهد البشرية أرذل منه أبدا. نحن الآن وللأسف، ولا نعترض على الله أنه قدر لنا أن ندرك هذا العصر، لم تدرك البشرية عصرا أرذل من هذا العصر. ولئن صدر هذا القانون السويدي إلى باقي الدول، لا سمح الله، والله فإننا مؤذنون بغضب من الله. لاحظ أخي، يقول لك شيئا. تفضل. قبل تقريبا مئة سنة كان الشذوذ ممنوعا في أمريكا وفي أوروبا وفي كل العالم، وهنالك عقوبات تصل إلى القتل الشنيع، ليس القتل الإعدام العادي بإعدام بشنق أو برصاص على الرأس، القتل الشنيع قد يكون برمي من جبل وقد يكون بحرق، ويختلف هذا بحسب الدول. بعد مرور سنوات خفف هذا الأمر إلى الإعدام العادي، الإعدام للشواذ، الإعدام العادي. بعد ذلك خفف هذا الأمر إلى السجن مع الأعمال الشاقة، وهذا ليس بعيدا على فكرة، يعني ربما حتى في سبعينات أو ثمانينات القرن الماضي هو سجن مع الأعمال الشاقة، ثم خفف بعد ذلك إلى سجن قابل للشفاعة، ثم في السنوات الأخيرة صار هذا الأمر مباحا، صار هذا الأمر حرية. ولم يكتفوا بجعله حرية، الشذوذ الذي تأباه الفطرة قبل أن يأباه الإسلام، والذي هو لا خلاف بين الشرائع كلها اليهودية والنصرانية والإسلام، لا خلاف بين الشرائع في نبذه، وأنه جريمة بحق الفطرة وجريمة بحق الدين. ثم بعد ذلك صارت تمنح مميزات للشواذ أكثر من الفطريين، أصحاب الفطرة السليمة، فهنالك حق لجوء لا يمنح إلا للشواذ من بعض الدول، يعني أمريكا تمنح الحق اللجوء للشواذ الذين تعاديهم بلدانهم، بل بعض الدوائر لا تسمح إلا بشذوذ. ثم صار الشذوذ يرتقون المناصب العليا ومناصب إصدار القرار، حتى أن بعض المفكرين الأمريكان قرأته قبل مدة، خرج من أمريكا وذهب إلى أظن كوبا أو إلى دولة فقيرة أخرى، قيل له لماذا تترك أمريكا التي هي دولة يعني اقتصاد وترف وجيد، أفضل من الدولة التي ذهبت إليها، أنت ستعيش في حالة اقتصادية أقل وأنزل، بماذا أجاب؟ قال أنا عاصرت، وهو رجل كبير في السن، قال عاصرت مرحلة إعدام الشواذ، وعاصرت مرحلة السجن مع العقوبات المشددة، وعاصرت مرحلة السجن العادي، وعاشرت مرحلة الإباحة، والآن أعاصر مرحلة مميزات الشواذ، وقد خرجت من أمريكا قبل أن أعاصر وقتا يكون فيه الشواذ إجباري، قبل أن يكون قانونا إجباريا لكل الناس. طبعا ستقول ما علاقة قانون الشواذ بقانون ما يسمى بقانون الشرف؟ سأربط لك، كلا القانونين ينصب لمؤدى واحد، وهو القضاء على نظام الأسرة، القضاء على نظام الأسرة. هذا أيضا مر بمراحل أخي العزيز، بلشت به أمريكا وأوروبا، ابتدأته أمريكا وأوروبا. كيف ابتدأوا بقانون القضاء على الأسرة؟ بإلغاء عقد الزواج في المحاكم وفي الدوائر الحكومية، ألغي، رفع عقد الزواج، لا يوجد شيء اسمه عقد زواج. تريد أن تكون أسرة، خلص صادق امرأة وعيش معها كأنما أنتم أزواج. فقط المتدين منهم من يذهب ويعقد في الكنيسة أو في الدير اليهودي أو في المكان الذي هو دار العبادة، أما 99% نقطة 9 فهم يعيشون بلا عقد زواج، يتفق رجل مع امرأة على أن يكون صديقا له وصديقة تكون يا صديقة له، ويعيشان بصفة أزواج ويخلفون. لكن هذا الأمر لم يقضي على نظام الأسرة، طبعا في ديننا هذا ليس أسرة، لكن بقوانينهم لا يزال هنالك رجل ومرأة ويخلفون، وتكون هنالك أسرة وإن كانت ليست شرعية، لكن خلص مدنيا اسمها أسرة. مضى على هذا الأمر عقود من الزمن، وطبعا على فكرة قديما حتى في أوروبا لا يوجد هنالك عائلة تعيش بدون عقد، لم يكن هنالك في الكنيسة فهو في الدوائر
وتعير العائلة وتعتبر المرأة فاجرة. لكن بمرور الزمن المرأة التي عندها صديق واحد تعيش معه لا تعد فاجرة، ولا هو يعد زانيا، وليس عيبا في المجتمع. لكن رأوا بأن هذا لا يعني لا ينهي نظام الأسرة، فابتدأوا بعد ذلك بطرق هدامة لتهدم طرق الأسرة، وهي ما طبعا هذا من ضمن قوانين الماسونية العالمية، القضاء على نظام الأسرة. طبعا على ذكر الشواذ يا دكتور وليد، يعني أن نرى الشواذ يتظاهرون بشكل فج في مدينة إسلامية كبيرة، مدينة إسطنبول، ونشهدهم يحاولون التظاهر والشرطة تواجههم، كيف تابعت هذا المشهد؟ سأتيك إن شاء الله. تمام. سأتيك وقد يعني وصلت، خلاص أنهيت الكلام الذي أنا فيه. مسألة الشواذ هو قضاء على نظام الأسرة، لأنه شاذان يلتقيان لا يمكن أن يكون بينهما إنجاب، شاذان أو شاذتان بموتهما تنتهي هذه الأسرة، وهكذا إلى أن ينهو نظام الأسرة. هذا الشواذ. من ناحية ثانية، قانون السوسيال وقانون الشرف هو كذلك قضاء على الأسرة. كيف؟ تزوج مسلم بمسلمة، أول شيء يتفقون على عدم الإنجاب. لماذا؟ يقول إذا أنجبنا ربما نخطئ فيؤخذ منا ونموت بعده، أو إذا لم نخطئ يعني إما أن نتنازل عن شرفنا، أو نتنازل عن تربيتنا، أو نتنازل عن ديننا، أو نذبك المجتمع، وهذا لا نستطيع، نبقى بدون إنجاب وانتهى الموضوع. هذا أيضا قضاء تدريجي على الأسرة. لذلك أنا ربطت هذا الموضوع بموضوع الشذوذ، كلها ضمن حملة ممنهجة عنوانها القضاء على نظام الأسرة. أتي إلى مسألة التظاهرات، تظاهرات الشاذين التي ظهرت في إسطنبول هذه الأيام، والتي الحمد لله واجهتها الحكومة التركية بحكمة، يعني قمعوا هذه التظاهرة ومنعوها، ولم يعطوها رخصة ابتداء، قبل الخروج طلبت رخصة فرفضت، لكنهم خرجوا بدون رخصة، ثم قمعتهم الشرطة وأهانتهم بطريقة رمي أعلامهم في مكبات النفايات. لا أدري أخي أستاذ علاء إن كنت رأيتها ولم ترها، أنا رأيتها. نعم رأيناها الحمد لله. يعني ألقت الشرطة مشكورة أعلامهم في مكبات النفايات. طيب طبعا لا يزال الشذوذ ممنوعا في تركيا وفي أغلب البلدان عالم الإسلام. الذي حرضهم على هذا الأمر، ما الذي حرضهم؟ حرضهم سفالة ودناءة العصر الذي يعيشون فيه، لما رأوا أن المجتمع الذي يسمى بالمجتمع المتقدم المتنور والدول القوية رأوها تبيح هذا القانون، وجدوا أن هنالك من يعينهم ومن يؤازرهم. عندما يكون المجتمع الدولي المحيط دنيئا، تصور الدناءة والخسة حتى في البلدان الفاضلة. على العكس، فيما لو كان المجتمع فاضلا تجد حتى خسة الناس يتعاملون أحيانا بفضيلة. كيف ذلك؟ أضرب لك مثالا، أبو جهل عندما رفض أن يداهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قيل له لماذا فعلت ذلك؟ قال وتقول عني العرب بأن سيد بني عدي أرعب بنات محمد. أبو جهل سيد بني عدي من قريش، يقول ستقول عني العرب بأن سيد بني عدي داهم أرعب بنات محمد، خوف بنات محمد. لاحظ ماذا قال، تقول عني العرب، لأنه يعيش في بيئة فاضلة تحترم الشرف، بيئة فاضلة ليس من حيث الدين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يقل لأوجد، لأتمم، يعني هي موجودة لكن يتممها. فالبيئة الفاضلة التي تمنع أن يخوف الرجل امرأة منعت أبا جهل، رغم أنه إنسان خسيس لكنه تصرف بموقف شريف. وأبو سفيان قبل الإسلام عندما سأله هرقل عظيم الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لولا أنني أخشى أن يؤثر عني كذب لكذبت. يعني لأن البيئة الفاضلة تمنع الكذب، ومن يؤثر عنه كذب ينتقص فصدق. فهنا الآن لأن البيئة خسيسة، ولأن المجتمع مجتمع يعني ناقص، المجتمع الدولي أعني، ألهب ذلك بعض الناس حتى في البلدان الإسلامية أن يستعينوا بهذه الخسة وأن يستعينوا بهذا النقص ويخرجوا كما خرجت نعم. تظاهرات الشواذ المثليين في هذا البلد الإسلامي يعني إسطنبول. نعم. طيب لذلك أخي الكريم، أنا أتوقع أننا سنشهد غضبا عارما من الله سبحانه وتعالى، عامل قدري قهر. يا ساتر. لأن الشذوذ ربنا يحفظ أمة الإسلام، يشمل أمة الإسلام. نعم لا أستبعد أنه يشمل أمة الإسلام. تعرف لماذا؟ لماذا؟
يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيب فقط الخاص، تشمل الظالم وغير الظالم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت أم المؤمنين زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يهلك الصالح بإثم الطالح. ستقول: ما ذنب الصالح؟ ذنب الصالح أنه صالح بنفسه وليس مصلحا. أما لو كان مصلحا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا، هنا العذاب لا يشمله. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بذنب وأهلها مصلحون. لم يقل صالح، مصلحون. فإذا كان مصلحا الله تعالى لا يهلك المصلح بذنب عاصي، لكن الصالح بنفسه ويرى المنكرات ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لا يستبعد أن يشمله عذاب الله سبحانه. الشذوذ موجود في كل عصر، سواء كان يعني المثليين من الرجال والنساء، من الرجال أو المثليين من النساء، موجود في كل عصر، لكنه لم يقنن بقانون، إنما يعمل خفية. وما قنن بقانون وجوز بدستور إلا في عصرين: في عصر لوط عليه السلام، وفي عصرنا هذا ابتداء من عصر أوباما، لأن أمريكا هي التي نشرت هذه الثقافة الرذيلة. ابتداء من عصر أوباما وإلى اليوم قنن الشواذ. فأما القانون الأول فجعل الله عاليها سافلها. قوم لوط عذبوا بعذاب ما عذب الله تعالى بمثله أحدا من العالمين، ونحن الآن في هذا العصر الثاني ننتظر، ونسأل الله تعالى السلام. طيب دكتور وليد، ونحن نتحدث عن هذا القانون، قانون الشرف، يمكن كان في البداية هناك أزمة سوسيال وكان هناك ضغط إعلامي، ويبدو بأنها هدأت وتيرتها بعض الشيء. هل تعتقد بأن السلطات السويدية بالفعل ستقدم على سجن أو حبس أي رب أسرة إذا ما منع ابنته من الذهاب لدروس السباحة في المدرسة، أو من أن تصاحب أي ولد في المدرسة أو في الحياة العامة؟ إذا سكتت الأمة نعم تنفذ، لكن إذا ثارت الأمة وانتفضت وتكلم الناس يعني كل من موقعه، وحقيقة نحن ندعو الحكومات الإسلامية قبل غيرها، وندعو المتنفذين، وندعو الإعلاميين البارزين، وندعو صناع القرار، وندعو حتى المغردين الذين يجدون أصواتهم تصل إلى صناع القرار أو إلى عدد كبير من الناس. بعض المغردين تغريداتهم وبعض الناشرين منشوراتهم تصل إلى الملايين وإلى عشرات الملايين ربما. نحن ندعوهم إلى التحرك كلا من موقعه، فهذا بكلمة وهذا بموقف وهذا بتحريض على تظاهرات، ويعني كل إنسان من موقعه. عسى أن ترتدع هذه الحكومة الخسيسة عن هذه الرذيلة. وأنا أدعو حقيقة، أدعو بالهجرة الجماعية من السويد، أدعو بالهجرة الجماعية من السويد. وطبعا أكثر شيء، لا تغتروا بكلام أوروبا، أكثر شيء يؤذي أوروبا هو الخروج منها. هنالك رجل عراقي يعني ابنته بلغت، صار عمره 12 سنة كذا، بلغت، ذهب في زيارة إلى العراق ثم عاد إلى السويد، لم ترجع معه. قالوا له: أين ابنتك؟ قال: بقيت في العراق. لماذا ذهبت بها إلى العراق؟ قال: هي باختيارها، هي رضيت. هو طبعا أقنعها، فاتصلوا بها وقالت: نعم أنا برضائي باقية هنا في العراق، لا أريد أن أرجع، هنا أعمامي هنا. ماذا فعلوا؟ بعد مدة، وطبعا لم يكن لهم عليه حجة قانونية، بعد مدة لفقوا عليه تهمة وسجنوه سنتين. إذن المقصد ليس قانونا يخص بلده، إنما هنالك فئة مستهدفة لا يريدونها أن تنفلت من أيديهم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أوروبا كما تعرف تسمى القارة العجوز، القارة العجوز، والسبب هو أن أغلب سكانها من العجائز من كبار السن، وأجيالهم في اضمحلال، يأتي يوم تنتهي أوروبا، لأنه في ثقافتهم العائلة لا تخلف أكثر من واحدة، ففي كل جيل نصف أوروبا يموت، اثنان يكونان واحدا، خلص نصف الواحد، نصف الاثنين، إذن كل اثنين سيكونان واحدا، في كل جيل سينقص نصف، فلا بد من يد عاملة، من يد مشغلة، من يد ساكنة. وأغلب ساكني أوروبا هم من المسلمين طبعا، والناس تعتبر أوروبا قارة العدل وقارة الأمان. يا أخي، هم الذين شنوا ما الذي أخرجك من بلدك أنت لو المحروب، التي هم شنوها بالضبط سياسة العبيد. العبيد يجوع السيد، يجوع عبده، يضربه، يهينه، ثم بعد ذلك
يعطيه طعاما فيقول والله سيدي كريم اعطاني طعاما بعد ان كنت جائعا، اصلا من الذي جوعك ومن الذي اذلك ومن الذي اهانك؟ هجرونا ولما ذهبنا اعطونا فتاتا من الخيرات التي يسرقونها من بلادنا وصرنا نعتبرهم متفضلين ونعتبرهم اهل الحريات والخيرات، وفي الحقيقه هم الذين سلبونا الحريه واعطونا جزءا منها، وسلبوا اموالنا واعطونا جزءا منها، وسلبوا كرامتنا واعطونا جزءا منها، بالضبط سياسه العديد. نعم. ولكن مع الاسف على الذي ارتضى ان يكون عدل. نعم. والله الذي لا رب سواه، لو اتفق الناس في اوروبا من المسلمين والاحرار من غير المسلمين على هجرة أوروبا لوجدنا أوروبا تقبل الأيدي وهي تقول ضعوا القوانين التي تريدونها أنتم وتعالوا اسكنوا في بلادنا. نعم. ولكن ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمجمل. لا أقول لا حياة للأخوة هناك، لا أستغفر الله لا أقصد هذا، لكن أوروبا نفسها يعني وغير أوروبا أمريكا طبعا كذلك المجتمع الغربي يتعمدون أن يبقوا الأزمات في بلادنا حتى لا يفكر المهاجرون بالعودة. يتحدثون في هذا القانون بأنه يعني لا وجود للعذرية قبل الزواج بالنسبة للفتاة، وأن هذه المسميات تأتي أيضا في إطار إجبار الفتيات. بماذا تعلق على هذا الأمر؟ يعني امتداد لقوانين حماية الرذيلة، امتداد لقوانين حماية الرذيلة، وهو نظام استسلاع المرأة، استسلاع المرأة، جعل المرأة سلعة. يا أختي أنت بماذا تتميزين أيتها الحرة العفيفة الشريفة؟ بماذا تتميزين؟ إذا أرادوا أن يسلبوا منك عذريتك فهم سلبوا أغلى ما تملكين، أغلى ما تملكين يسلبونها منك. أذكر أنه يعني في التسعينيات امرأة فقيرة عندها بنت فقيرة وابنتها جميلة قدر الله تعالى أن تكون جميلة جدا، ونشرت صورها وقالت من يشتري عذرية ابنتي، ابنتي باكر، ونشرت صورتها. هي طبعا في بلاد ليست بلاد مسلمة، في يعني في إحدى الدول العالم غير الإسلام، فصارت تأتيها العروض تلو العروض حتى صارت ترفض، تقول جاءني اليوم عرض ويعني أكثر من عرض البارحة، ربما غدا يأتيني عرض، إلى أن وصل المبلغ إلى مبلغ فخم، يشتري ربما بيوتا ليس بيتا واحدا، في حين عرضتها لتأكل الطعام. ثم بعد ذلك نظرت قالت ما الذي يعني ما الذي يجعل الناس يتقاتلون هكذا على عذر؟ إذن هذا شيء غالي، إذن هذا أمر لا يقدر بثمن. في النهاية رفضت، في النهاية رفضت لأنها وجدت أن هذا الأمر غالي. صحيح. وهي ليست مكرر، أنا قرأت هذا في يعني في التسعينيات قرأته، لا أدري إن كانت القصة يعني أنا ذاك أم قصة، لكنها عموما ليست بعيدة. هذه أسرة مسلمة أم غير مسلمة دكتور وليد؟ لا ليست، لا لا الأسرة ليست مسلمة والمجتمع ليس مسلما. المجتمع ليس المسلم لا يمكن أن يعرف هذا طبعا. لا لا الأسرة ليست مسلمة والمجتمع ليس مسلما، لكن المرأة يعني هذه البنت رأت نفسها الظاهر هي في قلبها حرة، تقول شيء يتقاتلون عليه ومزاد لا يوجد في أغلى السيارات وفي أغلى البيوت، يتهافتون علي على جمالي، إذا هذا الشيء غالي جدا، رفضت في النهاية رفضت. إذا كان هنالك شيء غالي عند المرأة، أما الآن عندما يطلبون منها أن تفقد عذريتها قبل الزواج لا يعرضون لها ثمنا، إنما اذهبي خلاص صادقي صديقا وافقدي عذريتك، طيب ما هو ثمن ذلك؟ لا يوجد ثمن. إذا لماذا تريدون أن أفقد عذريتي بدون ثمن؟ أنتم تريدون مني شيئا فما الذي تقدمونه مني؟ احذري أختي أن تكوني سلعة، فإنهم يريدون شرفك بلا مقابل، يريدون شرفك بلا مقابل، فاحذري. هذا ما هو وجوبه الأحرار من نساء غير المسلم. طب برأيك ما الذي يجعل السويد تنتهج مثل هذه الاستراتيجية؟ يعني السويد الآن تتقدم القارة الأوروبية بهذه الخطوات المزعجة بالنسبة للمسلمين. لعلها والله أعلم يعني نموذج، يعني هو لابد أن تكون دولة نموذج تكون في الصدارة لتتبعها بعد ذلك دول، لأنه لا يمكن أن تقرر أوروبا كلها نفس القرار، لأنها ستكون مؤامرة مفضوحة، يعني مؤامرة مفضوحة، لماذا أنتم كلكم تصدرون مثل هذا القرار مباشرة؟ إذن هنالك مؤامرة منكم لمحاربة الشرف ولمحاربة قيمنا، نحن المسلمين عندنا قيم، فأنتم تريدون محاربة قيمنا، وهذا اتفاق دبر بليل، لذلك لم يريدوا أن يفتحوا العيون أمامهم، فلا بد ان يكون هنالك نموذج. ولعلهم اختاروا السويد لانه معروف ببلد الحريات ومعروف ببلد الجمال وبلد الراحه والى اخره،
لذلك اختاروه. يقول الناس إذا كانت السويد بلد الحريات تفعل هذا، فغيرها أولى أن تفعل، لتكون بعد ذلك يعني لا سمح الله على التوالي تنتهج باقي الدول هذا المنهج. أخي الكريم، هذا طعم، هذا طعم ودسل للسم في العسل، وإلا لماذا السويد التي هي أسهل يعني أسهل جميع دول أوروبا في قوانين اللجوء، وأسهل من حيث قانون التجنيس، وأكثر في المنح التي تعطيها للعوائل اللاجئة، لماذا تحديدا الدولة التي قدمت هذه التسهيلات هي نفسها الدولة التي شنت هذه القوانين القذرة؟ إذن هذا طعم، وهي مؤامرة، مؤامرة يعني لنشر الرذيلة بين المسلمين. طيب، أنا أوجه عتبا لبعض الجهات الإسلامية التي في السويد، أو بعض الجهات الخيرية التي هي في السويد، التي سمعت بعضها ولا أريد أن أسمي أسماء يبرر لقانون السوسيال، لا أدري ولم أسمعهم يتكلمون وما هو تبريرهم لقانون الشرع. سمعتهم يبررون لقانون السوسيال ويمدحون السويد، لا يمدحونها على القانون، يقول هونوا، يعني هذا القانون عند السويد من حقهم أن يحموا أطفالهم، من حقهم ومن حقهم، لكن هنالك بعض الاختلافات سنتكلم معهم، والسويد بلد الحريات، والسويد والسويد والسويد، مدحوها أكثر من انتقادهم لقانون السوسيال. هذا حقيقة أوجه من خلال قناتكم المحترمة، أوجه عتبي عليهم، أقول لهم إن بررتم ذلك القانون فقد بؤتم بوزر من يفقد ابنه إلى يوم القيامة، وإذا بررتم قانون الشرف فوالله ستفقدون آخرتكم. لا أريد أن أسمي لا شخصا ولا شخصا. طيب دكتور وليد، هناك أمر أيضا تحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حدث في بلد إسلامي، يعني خمارة أو مكان لبيع الكحوليات، يعني تهكموا على اسم محمد ومريم، ذكروا بأنه من يسمى باسم محمد أو من تدعى باسم مريم فإنه سيتم تقديم مشروبات كحولية وخمور لهم بدون مقابل مادي، وهو أمر جعل هناك حالة كبيرة من الغضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة الإندونيسية. كيف ترى هذا الأمر؟ حقيقة هذا الأمر أنا قبل أن أتكلم فيه أتوجه بالشكر للشرطة الإندونيسية لأنهم قطعوا دابر هذه المسألة واعتقلوا الأوغاد الفاعلين لهذا الأمر، وهنا يعني هنا تظهر الكلمة وهنا يظهر الموقف. ما الذي أخرج الشرطة؟ التظاهرات العارمة التي قام بها مسلمون وأيضا نصارى، أيضا نصارى، لأن اسم مريم، اسم مريم هو اسم السيدة مريم وهو مقدس عندنا وعند النصارى، أما اسم محمد فهو خاص بنا. ظهر المسلمون كأكثرية، لأن إندونيسيا طبعا هي بلد مسلمة الأغلبية، وهنالك نصارى، بعض النصارى أيضا خرجوا محتجين على هذا الأمر، مما أدى إلى أن الشرطة اعتقلتهم. هم طبعا برروا وزعموا بأن هذا هو دعاية وغير دعاية، لكن لا، ليست دعاية، يعني الناس ليست أغبياء. إن أردت أن تضع دعاية ضع اسمين، أسماء لمن تشاء، لماذا تضع أسماء مقدسة تستهدف الدين؟ يعني لو وضع أي اسم يصلح دعاية، يصلح دعاية، ليس كذلك؟ لكن أن يضع أسماء مقدسة، لا، هذه ليست دعاية، هذا حرب على الدين، حرب على الدين. يعني لا أدري لماذا وضعوا اسم مريم، هل هو حرب من الإلحاد إلى الدين، لأن الإلحاد أيضا يحارب اليهودية والنصرانية، هل هي حرب إلحادية على الديانات والشرائع، أم إن اسم مريم وضع ليطفئ أو يعني يخمد جزءا من غضب المسلمين حتى يقول هو لا يستهدفكم أنتم فقط، لا أدري، لكن عموما هو يستهدف الدين. لكن أن يكون في بلد مسلم، حقيقة أنا لا أدري الجهة هل هي أندونيسية أم هي وافدة، هل هي الذي قام به أندونيسيون مسلمون أم هم وافدون، لأن أندونيسيا يعني نسبة الإسلام فيها 80 أو 85%، هناك من غير المسلمين من وافدين ومن أندونيسيين أيضا، يعني ليسوا مسلمين، فلا أدري هل الذي فعله مسلم أو غير مسلم، لكن عموما هي كشفت شيئا كان مخفيا، كشفت بأن النصارى يستحقرون الخمر، وإلا لماذا خرج النصارى بتظاهرات؟ إذا كان الخمر عندهم أمرا عاديا، لماذا يعني ما الذي يغضبهم؟ الآن لو جاء رجل وقال لكل من اسمه محمد أعطي عصير البرتقال أو عصير الموز مثلا، نحن نقول جزاك الله خيرا، لأن هذا الأمر لا يتنافى، سنشيد به. فلو كان الخمر عند النصارى
من الطيبات ومن المستحسنات لما غضبوا من إعطائه لمن اسمه مريم. لذلك هذا يدل على أن الخمر مستهجن مستقبح حتى عند النصارى. نعم صحيح. طيب دكتور وليد، ونحن نتحدث عن تلك الحرب الشرسة على الإسلام، أهل البوسنة يحيون ذكرى اعتناقهم للإسلام، كيف ترى هذا الأمر وهذا الاعتزاز الشديد من جانب أهل البوسنة بذكرى اعتناق الإسلام ودخول الإسلام في الأراضي البوسنية؟ أنا أولا أبارك لإخواني البوسنويين هذه الذكرى العطرة الجميلة، وأقول لهم هذا عيد وعيدكم مبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الإسلام. البوسنة والهرسك تلك البلاد التي هي يعني نور الإسلام في أوروبا ونور الإسلام في البلقان، التي حافظت على دينها لا الحصار الخانق أثناها عن دينها، ولا القتل ولا الترويع ولا القصف ولا الدمار الذي حل بها يعني إبان سقوط يوغوسلافيا والحرب القذرة التي شنها أعداء الإسلام اللي شن الكفار بسكوت مخزي من أوروبا والأمم المتحدة، وبتذرع سخيف للأمم المتحدة عندما قالت لا يوجد عندنا جيش كافي لحماية المظلومين في البوسنة والهرسك. أحيي وقفتهم وأحيي ثباتهم وترحم على شهدائهم، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في عليين. حقيقة دخول الإسلام إلى البوسنة كان فيه قصة جميلة، أن أحد التراك زمن الدولة العثمانية ذهب إلى أندونيسيا إلى البوسنة والهرسك ودعاهم إلى الإسلام. يقال أنه أرسله الخليفة العثماني، ويقال أنه ذهب متطوعا، ذهب المهم تركي رجل من الدولة العثمانية ذهب ودعاهم إلى الإسلام، وكانوا في ذلك الوقت طبعا ليسوا مسلمين، كان فيهم العبادات الوثنية القديمة ونصارى، الأكثر كانوا نصارى امتدادا لأوروبا. نعم. فدعاهم إلى الإسلام، فقالوا له نحن عندنا الآن موجة جفاف، لا يوجد مطر، وأن حتى الأنهار والبحيرات يبست، فإذا كان دينك دين حق قالوا وعندنا القساوسة استسقوا، والاستسقاء موجود في جميع الديانات على فكرة، الاستسقاء طلب المطر موجود في جميع الديانات. قالوا استسقى لنا النصارى فلم ينزل المطر ولم يوجد شيء، فقالوا استسقي لنا، فإذا كنت إذا كان دينك على حق فنحن سنتبعك. فصلى صلاة الاستسقاء وطلب من الله وتذلل بين يديه وبكى، ثم بعد ذلك قدر الله سبحانه وتعالى أن السماء أنزلت خيرها والأرض أخرجت خيرها، فإنه نزل ماء، نزل المطر، ومن شدة المطر صار هنالك خسف في أحد الأراضي الرخوة تحت كهف، فلما خسف وجدوا نهرا تحت ذلك الكهف لم يكونوا يعرفون به، وجدوا نهرا والنهر لا يزال الآن موجودا، وهذا النهر له مكان عند البوسنويين. لذلك دخلت البوسنة كلها بالإسلام على يد رجل واحد، وهذا فيه رسالة، أن يا أيها الواحد لا تقل أنا ماذا أفعل، يا أيها الواحد أنت تستطيع أن تفعل شيئا كثيرا، يا أيها المسلم إذا وجدت مقاطعة لدولة تعادي الإسلام فلا تقل أنا لا أؤثر، بلى تؤثر قاطع أنت ولا عليك بمن، حتى لو كنت أنت وحدك، فالواحد يدخل أمة كاملة إلى الإسلام. هذا يذكرنا بحادثة شبيهة للدكتور المرحوم عبد الرحمن سميط الذي كان أمة رحمة الله عليه، الذي أسلم على يديه 11 مليون إنسان، أيضا ذهب إلى قرية وثنية في أفريقيا وطلبوا منه أن يستسقي لهم لأنه كان عندهم جفاف، فصلى ركعتين وقال في السجود يا رب عبد الرحمن أتخذل دين محمد بذنب عبد الرحمن، فما قام من سجدته إلا وقد نزل المطر رحمة الله عليه، وأسلمت القرية ولا تزال بفضل الله تعالى مسلم. الله أكبر. هل تعتقد نعم. بأنه بمعدلات انتشار الإسلام في الفترة الأخيرة الأمر يبشر بالخير وأن الإسلام سيسود العالم بإذن الرحمن؟ لا شك، هذا لسنا نحن الذين نقول به تفاؤلا، إنما يقول به نصارى أوروبا تشاؤما، هم يقولون يعني دائما ننفق أموالنا لنحارب الإسلام ونبذل جهودنا ونعلم وندرس ونخرج الخريجين الذين يبشرون، ثم يكون كل ذلك مردودا عكسيا علينا، يعني أوجدوا الحروب ليهاجر إليهم الناس ليدخلوهم إلى النصرانية ويذوبوهم في مجتمعهم،
ويكون بعد ذلك أولئك المهاجرون سبب الانتشار الإسلام. الإسلام لا يحتاج السيف في أوروبا، لا يحتاج السيف، يكفي كثرة الإسلام والذرية. وطبعا هذا الأمر الذي تفعله السويد هو واحدا من خوفهم، يعني من الأسباب التي يخافون منها من انتشار الإسلام، لأنهم يرون المسلمين يتكاثرون فيريدون يعني حجب الأبناء عن العوائل وحجب الأبناء عن الشرف، وكذلك يذوبون في مجتمعهم. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، أحد أقربائي يسكن في بروكسل أرسل لي مقطعا بتصويره هو لطالبات يخرجن من المدرسة نسبة الحجاب أكثر من 50% في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، ما شاء الله، نسبة الحجاب أكثر من 50%، قال هذا بتصويره في منطقة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالإسلام ينتشر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهذا الأمر كله أنفقوا عليه وخرجوا الخريجين لينشروه وإلى آخره، في النهاية انقلب عليهم. هذا الأمر يبشر بخير إن شاء الله. صحيح. في أستراليا أيضا نائبة محجبة، ندعو إخوان المسلمين إلى الثبات. نعم، في أستراليا أيضا إحدى المحجبات فازت بمقعد داخل البرلمان الأسترالي، وكان أمر لافت للنظر بدخول أول محجبة للبرلمان الأسترالي. كيف ترى هذا الأمر؟ الله أكبر ولله الحمد. والله هذا يعني يذكرني بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذا فتح. يعني كذلك قبل مدة في فرنسا، فرنسا راعية يعني راعية الحرب على الإسلام قديما وحديثا، وكان العرب يقولون شر الروم الإفرنج، هنالك الروم الفينيقيون، هنالك الروم البيزنطيون، هنالك الروم الإفرنج. الفرنج هي فرنسا الآن لو قرأتها فرنجة، لأن حرف السي قريبين من بعض، كثير من الدول جاء في تركيا وفي غيرها وفي كثير من دول أوروبا ينطق جاء. صحيح. ففرنجة هي بلاد الفرنج، أكثر الدول حربا على الإسلام. قبل مدة دخلت محجبة إلى البرلمان، ليس عضوة برلمان لكنها ممثلة عن اتحاد طلاب فرنسا. مريم اسمها، مريم لا أعرف ما اسمها بها. صحيح. مريم مسلمة محجبة فازت برئاسة النقابة طلاب فرنسا، وهي طالبة في جامعة السوربون المتقدمة. صح. عالميا يعني. دخلت وشاء من شاء وأبى من أبى، دخلت بحجابها وألقت كلمة مما أدى إلى استياء اليمين المتطرف، لكنها لاقت ترحيبا من أغلب أعضاء البرلمان. صحيح. طبعا على ذكر، وسبحان الله، دائما عندما تلاحظ أخي في كل سنة لابد أن تبرز محجبة في أوروبا أو في أمريكا، إما أن تكون الأولى على الطالبات، نعم، وإما أن يكون عندها براءة اختراع، وإما أن يكون عندها شيء تميز، وإما يعني على أي حال لابد أن تبرز مرأة. نعم. محجبة، ليست مسلمة غير محجبة، محجبة. صحيح. يريد الله أن يثبت قيومته على خلقه. صحيح. طيب كيف يكافئ المولى عز وجل رب الأسرة الذي يربي بناته على الحجاب وقيم الإسلام في ظل هذا الصراع الكبير ومحاولات أعداء الأمة الإسلامية اكتساب فتيات المسلمات في الفترة الأخيرة؟ هنيئا للقابضين بأيديهم على الجمع، هنيئا للغرباء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وطوبى شجرة في الجنة يسير الراكب، ليس الماشي، الراكب في ظلها 100 عام لا يبلغه، يعني هذا الحجم كله شجرة واحدة في ضمن بستان للغرباء. فهذا الإنسان الذي يحصن ابنته رغم كل هذه الفتن، أولا هي وجاء له من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هي سبب لدخوله إلى الجنة وهذا الملك العظيم. وهذا هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء، وبالذين يقبضون على دينهم كما يقبض المرء على الجمر. فأقول لهم أنتم من بشارات رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بثلة في آخر الزمان يفتخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا لا يريد أن يكون من الذين يفتخر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيا من تحفظون أبناءكم وبناتكم في أوروبا وفي مجتمعات الرذيلة تلك التي تدعوكم إلى التخلي عن شرفكم، إذا حافظتم على شرفكم فأنتم ممن يفتخر بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يفتخر بهم، وأنتم من بشارته، وأسرتكم هذه وقاء لكم من النار وسبب دخولكم إلى الجنة. هذه هي رسالتي. يعني البنات ممكن يكونوا مفاتيح لدخول الأب للجنة، وقد يكون مفاتيح للنار أيضا. نعم. فإذا أحسن تربيتهن
وحفظهن ورباهن على الشرف مفاتيح لدخول الجنة يمسكها بيدي في المحشر، وإذا أراد أحد أن يأخذها من يدي فيقول له هذه منحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحسن تربيتها فكل رذيلة تقع منها إثمها في رقبتها وفي رقبة أبيها، وتكون سببا لدخوله إلى النار، ونسأل الله السلامة بإذن الله. كل الفتيات المسلمات يكون صالحات بإذن الرحمن. طيب الله ذلك، الله يحفظهن يا رب، آمين يا رب العالمين. طيب دكتور وليد، ونحن نتحدث عن الدعوة للإسلام، يعني مع الأسف الشديد خبر محزن برحيل فضيلة الشيخ محمود أفندي الداعية الإسلامي التركي زعيم جماعة إسماعيل أغا، وشهدنا الجنازة الحاشدة والمهيبة التي جرت في مسجد السلطان محمد الفاتح، ومشاركة الرئيس أردوغان في تشييع جثمان الفقيد الراحل وتوديع تركيا لفضيلة الشيخ محمود أفندي. ماذا تقول عن هذا الأمر؟ حقيقة الشيخ محمود أفندي رحمة الله عليه أنا جالسته عدة مرات وقبلت يده ورأيت في وجهه وضاءة ونورا سبحان الله قل ما أملكها بشر، رغم أنه تجاوز 90 من العمر رحمة الله عليه. هذا الرجل يعني من أهل الإرث الإبراهيمي، الله تعالى قال في سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، هنالك بعض الرجال في زماننا واحدهم أمة، من ضمنهم الشيخ محمود أفندي رحمة الله عليه. هذا الرجل لاقى ما لاقى من سجون واضطهاد وتعذيب ومحاولات اغتيال فلم ينثني عن الدعوة. بعد سقوط الخلافة العثمانية وإغلاق المدارس وإغلاق كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم بدأ الدين ينحسر في تركيا، ها، والقتل الكثير للعلماء، قتل مئات العلماء في تركيا لأجل انحسار الديني في الطريق إلى القضاء عليه. الشيخ محمود أفندي رأى أنه في الواجهة، صار يطرق الأبواب مجازفة، يقول للناس أرسلوا لي أبناءكم كي أدرسهم، رجل عالم درس وهو من فقهاء الحنفية في هذه البلاد، فيقول أرسلوا لي أبناءكم كي أدرسهم، الدين سيموت، إذا مات العلم الشرعي في تركيا سيموت الإسلام، من الذي يعلمكم؟ بعد جيل جيلين لا يكون هنالك عالم، إذا يعني أشكلت عليك مسألة في الصلاة في الصيام في الزكاة لمن تسأل؟ أرسلوا لي أبناءكم كي أدرسهم، هذه مجازفة، يعني من قال لك بأن صاحب الدار لن يخبر عليك الشرطة؟ الشرطة وجيش العسكر العلماني الحاكم الذي كان يعادي الإسلام في ذلك الوقت، يعادي الإسلام، لكنه مجازفة، قال لابد أن يكون هنالك إنسان على الواجهة. فبعظهم يقول اذهب أنا أخاف من هذه المسائل المخالفة للقانون، وبعضهم يقول درس ابني على يعني درس ابني بصورة سرية، تعرض لسجن ولفقت عليه اتهامات ويخرج ويعذب ويخرج ومحاولة اغتيال وينجو منها، وبقي هكذا عشرات السنين، حوالي 60 سنة على هذا المنهج. تصوروا إنسان 60 سنة من السجون ومحاولات الاغتيال والتعذيب ولا ينثني، هذا أمة. في النهاية لما فاز الإسلاميون بالحكم، يعني في عهد عدنان مندلس، في عهد تورغوت أوزل، في عهد نجم الدين أربكان، في عهد أردوغان، وجد متنفسا، فبدأ بتنظيم المدارس الحلقية. كيف ذلك؟ يستأجر شقة بتبرعات المحسنين فيها 3 غرف وصالة مثلا، المجموع 4 غرف، في كل غرفة 10 طلاب، 40 طالبا في هذه المدرسة الصغيرة، 40 طالب جيد، لذلك مدارس عامرة صحيحة طلابها أقل من 40. فبدأ بنشر المدارس، وكل طالب يكمل كتابا يدرسه لمن بعده، حتى وإن كان طالبا هو طالب مدرس في نفس الوقت، وهكذا. ففتح الله على يديه حتى بلغت مدارسه حوالي 10,000 مدرسة. ما شاء الله، يوجد حوالي 3,000 مدرسة في إسطنبول وحدها. ثم بعد ذلك قال يجب علينا أن نتحلى بالهدي الظاهر، نعم، لنثبت بأن تركيا بلاد إسلام، فأوجب على كل أتباعه، نعم، العمامة والجبة للرجال والجلباب الأسود الفضفاض، نعم، للنساء رحمة الله عليه، يطيعونه طاعة مطلقة ويجلونه إجلالا ويعدونه مجدد هذا العصر. نعم، أتبعه في إسطنبول وحدها 2 مليون إنسان، 2 مليون فقط رحمة في إسطنبول، الله عليه، ناهيك عن أنقرة وقونيا والبلاد الأخرى، وأيضا صدرت مدارسه إلى خارج تركيا. رائع دكتور وليد، للأسف الوقت انتهى، لذلك مضطر أن نشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. رحمة الله على فضيلة الشيخ محمود أفندي.
ثلاثة نعم ثمانية إنسان جنازة لم يشهد مثلها في العالم. ما شاء الله، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، وحضرتك كتبت على صفحتك على الفيسبوك كلمات أكثر من رائعة عن فضيلة الشيخ محمود أفندي، ربنا يجعلها يا رب في ميزان حسناتك. كما أشكركم أيضا متابعينا الكرام على حسن متابعتكم لنا في حلقة الليلة من برنامج رأيي، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.